عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير ويا مرحبا وحييكم مرة أخرى بعد العودة إلى أبها بعد سفرة تنزانيا وأوغندا وإثيوبيا. واليوم شدني موضوع هنا في السعودية اللي هو موضوع البوكيمون، خاصة الجو هذا اللي جاء السعودي، اللعبة حقت الشركة اليابانية هذه. حقيقة أنا بعطيكم أفكار حولها والفتوى فيها تعود لكم، تريدونها حلال حلال، تريدونها حرام حرام. أعطيكم 10 نقاط حول اللعبة الظريفة هذه وبعدها أن تقرروا هل ترونها حرام هل ترونها حلال. أنا في وجهة نظري أنها حرام، لكن أنتم لكم مطلق الحرية تحرمونها زي أو تحلونها. طيب، اللعبة هذه شركة يابانية أنتجتها، عيبها أنها تفاعلية، يعني تخليك ترتبط بالوسط اللي أنت فيه، وبذلك تجي خضرتها من هنا. يعني معك لعبة معك على الجهاز تشوفها قدامك ذا الحين، مربوطة بحداثيات الموجودة حولك في الشارع، مربوطة في العمال اللي حولك، مربوطة في أبها، مربوطة في الخميس، مربوطة في جدة، مربوطة في الرياض، في كل مكان. يرمون لك داخلها اللعبة هذه اللي أنت تطرد عشان تمسكها، ممكن يرمون لك داخل حوش جارك تضطر تنقز وتروح إلى الحوش مثلا، يخلونك تطلع في غير وعي تدورها وما تشوفها لك الجوال قدامك، تقول كذا ما هي موجوده، لكن قدامك على الشاشه تظهر لك في الشاشه الصوره اللي قدامك وفيها البوكيمون او الجائزه اللي انت بغيت تبحث عنها وتمسكه على اساس تصير الاقوى عشان تحارب. ولذلك فيها ادمان كبير جدا، فيها ضيع وقت كبير جدا، تفصلك عن الحياه الاجتماعيه، يعني الوقت اللي يضيع عليك بكميه كبيره كان تقديم عزومه لو اصدقاء هي تضيع عليك. حقيقه جعلت اللعبه تفاعليه فادمنوها كثير من الناس. تخيلوا ان مستخدمي هذه اللعبه اكثر من مستخدمي تويتر، وان مجموع من نزلوا خاصه الجول الجديده هذه اكثر من مستخدمي تويتر، وانهم دخلوا منها 30 مليار في يومين الشركه اليابانيه. شوفوا الدعوه يا جماعه، فلوس، الدعوه فلوس، ما هي الدعوه شيء ثاني. حقيقة دعوة لعبة تحث على التسارع والبحث والخروج، والخروج الناس البنات من بيوتهم والرجال من بيوتهم والأولاد من بيوتهم، يستدرج فيها الأحداث. يلعب بكمون. الله لا يبارك في الاخترع يا شيخ. شوف ارمي هذه عليه، لا تروح لا تروح. يدورون عن بوكيمون، يدورون عن بوكيمون. يا قلبي يا لا حول ولا قوة الا بالله. مشكلة كبيرة، يطلعون دول ثانية يبحثون عنها، يجمعونها عشان يحصلون جوائز أكبر على أساس يصير أقوى في المحاربة، تساعد على فكر الحرب وفكر القتل وفكر الاستغلال وفكر البحث. يعني فيها ملاحظات كبيرة جدا جدا جدا، يعني أنا أراها من حقيقة أن عند الأطفال الصغار، يعني أبو 4 5 سنوات لما يشوف اللعبة هذه لهذا الحد ما عاد يفرق بين الحقيقة والخيال. تخيلوا معي الغلطة القاتلة، ربطت الكمبيوتر قدامك في البيت هذا، لما تحط الكاميرا قدام وجهك تشوف اللعبة هذه عشان تصطادها وترمي حاجة من جهازك كذا تطب فيها وتمسكها. وبذلك يصعب التفريق بين الصغار بين الحقيقة والواقع ويمزجون بين الحقيقة والواقع، وهذا خطير جدا يا جماعة. حقيقة يدخلون بيوت بعض، ممكن اللعبة هذه تلاقيها في 5 كيلو هناك، يمكن في تامة، يمكن في راس جبل، يمكن في كذا، خاصة النوعيات الفخمة اللي عليها جوائز كبيرة جدا. مشكلة الأخطر من هذه كل خلي اللي قلت لك زبالة، ارمو تخسر فلوس، قد تشتري أشياء، قد تشتري أدوات، قد يعني الأخطر إنه مادة الدوبامين اللي تفرز من المخ للمدمنين تفرز في هذه اللعبة، يعني تدمن عليها درجة إن مخك، يعني عملوا بحث معين وجدوا إن نشاط المخ للمدمن نفس نشاط المخ للي يلعب هذه اللعبة، وكأنك مدمن تفرز المواد الإدمانية 100%. وبذلك تجدر يعني بلا ملاحظة أخطر من هذا كله، انك وانت ماشي تصور لايف
بيبان جيرانك، بيبان طيق المترو الأنفاق، ادخل تحت يخلق تصور مواقع حكومية، مدارس يرمون لك البكمون هذا في مواقع محددة عشان ترسل لهم صور، عشان يكونون هم صور حقيقية عن المواقع اللي حنا فيها الآن. فأنت تنشر شيء ما تتخيله في بيتك، تنشر شيء لهم ما تتخيل، مربوط بالحداثيات، يعرفون غرفة بيتك، يعرفون بيت جارك، يعرفون بيت فلان، يبغوا تشوف فلان حطوا في بكمون، تجي ناس كلهم يصورون في هذا المكان. تخيلت الخطورة التجسسية، احداثيات يعرفون موقعك وتصور وترسلهم صور لايف على الهوم مباشرة، حتى الأقمار الصناعية تصور من فوق الجي بي اس الحين، لا هذه تصور من فين؟ من الوجه، شوف الخطورة فين. وبذلك يعني دخول بيوت الناس، اختطاف المراعين، المشاكل اللي تصير، الحريم اللي يطلعون يدورون بكمون، التلاقي الاجتماعي، التواصل الاجتماعي حقها، الأشياء ما تتخيلون. أنا ما أقول إنها حرام ولا أقول إنها حلال، إلا بناء على النقاط اللي قلت لكم الآن. إن كنتم ترون أنها تسبب مشاكل كبيرة في المجتمع فهي حرام، وإن كنتم ترون أنها حلال فهي حلال. أنا أقول تؤدي لمشاكل كبيرة جدا كما عرضتها لكم، وأنا والله ما أحرم حلال، لكن 30 مليار في يومين يعني إيش؟ مدمنين ولا ما مدمنين؟ مستخدمين في يومين زادوا عن المستخدمين تويتر 700 مليون في العالم، دليل أنها فيها شيء. فكروا، أعيدوا التفكير. أخوكم أحمد بدوي هذا بدوي ما يدري عن شيء، جاهل، لكن أنتم عندكم عقول تستطيعون تفكرون وتميزون بين الصائب والضار. جعلنا الله إياكم يستمع القول فاتبع أحسنه، فإن أخطأت فمن نفسي وأنا أصبت فمن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.